حبيت نقول لكم أن عمتي فاطمة تعيش في ظروف قسما بالله العلي العظيم ماشي حتبكيكم فقط، وإنما قلوبكم اليوم حتقطعهم. نربط هنا برا ويشبعوني وصفة هنا يطيحوا لي برسمونا معطري دخلوا لي ضربوني هنا يا راني البكر كي ضربوك انت هنا انت هنا راكدة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كارثة إنسانية بأتم معنى الكلمة. أم طاعنة في السن تقضي النار هنا، هذه هي كوزينتها، هذا هو المطبخ تاعها، وهذه هي حياتها. الحمام قعدنا تبنا وانا راني غير نبي الدار تاع مطير تاع بابا مات فيها وراني نبيها. أم تعيش وسط أكوام القش البالي، أم تعيش وسط بقايا المأكولات، أم تعيش وسط تعيش ميتة وهي حية. شحال عندك ما شفتيش ولادك؟ شحال عندك ما شفتيهم؟ عندي ميتنا عطام اللي جيت ماشي أم خادنينهم. توحشتيهم؟ 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 ربما الكثير منكم ما راش يتصدق ولا يآمن أنه فيه حالة مثل هذا، لكن أنا نقول لكم نعم، أرواحوا للزبوجة، حوسوا على خالتي فاطمة وراحين تفهموا وتعرفوا معنى الميزيرية.